معايا الحاج الشوادفي من الدقهلية، اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. والله في شكوى عندنا في الدقهلية، انا كنت عايز اعرضها على حضرتك. الله يبارك فيك. اتفضل يا فندم. الطب البيطري ما عندناش تلقيح صناعي. ايوه. للمواشي، وبعدين طلبناه قال لك ما فيش. لما بنيجي نطلب دكتور خاص بيقول لك جيته لوحدها ب 1000 جنيه عشان يبقى عندي مثلا، انا ما عنديش كتير، ما عنديش 20 بهيمة ولا 30 بهيمة. طب انا عايز اسالك، انت فين في الدقهلية يا فندم؟ مركز نبرود أهلية. في نبرو. تمام. تابع لمركز نبرود أهلية. تمام. في نبرو في الدقهلية. حاضر. عشان اما اطلب دكتور يجي لاحلى مثلا لمغزى بهيمة او اثنين بياخد مني 1000 جنيه، عشان ياخد مني 1000 جنيه، انما بيبقى موجود في الطب البيطري عندنا الله يكرمك هيوفر علينا كتير وهنحسن السلالة ان شاء الله يعني. الله يبارك لك. حاضر. انت اخر مرة طلبت الدكتور من الإدارة، من الوحدة البيطرية امتى؟ من 5 شهور. الوضع وقت اتغير. وقت ما كان عندي المؤاخذه الماشي عايز التلقيح يعني. طيب انا هقول لك على حاجه. النهارده الطب البيطري وقطاع الثروه الحيوانيه في قرارات كتير جدا حصلت، في متابعه وفي مراجعات حصلت لطريقه العمل. انت من حقك تروح والدكتور يقدم لك الخدمه. الحملات التحصين بتخش من بيت لبيت، يعني انت مش بتاخد الحيوانات بتاعتك وتروح عشان تحصن. ما جاتش والله يا باشمهندس سامح، والله ما جاتش. طيب يبقى ده في حاجه ثانيه. انا بطلب الدكتور وعلى استطاعه ان انا اقول لحضرتك، بس مش عايز اعمل اعلان. الدكتور الخاص بتاعي انا اللي بتطلب البيطري بيجي يحصل لي المواشي بتاعتي على حسابي. تمام. وانا اللي بطلبه بقول له تعالى، انما في حملات بتنزل قريه الدروتين اللي انا فيها مفيش. طيب في حمله ثانيه هتبتدي بعد العيد وانا هتابعك، يعني يا ريت تسيب تليفون حضرتك مع الاستاذ في الكنترول. بالنسبه للتلقيح الصناعي هتلاقي النهارده الدكتور بيكلمك علشان يشوف انتوا محتاجين تعملوا تلقيح صناعي لكام راس وينسق معاك، وهرجع اتصل بيك تاني اشوف ايه اللي حصل. الله يبارك فيك. تمام. حقك تمسك بيه وطالب بيه، والناس النهارده بتشتغل وهتقدم لك خدمه وعايزك تحصل. والله نفسي انا مربي صغير، مش مربي كبير ولا حاجه، انا كل اللي عندي حوالي من 10 روس او 11 راس امها. ربنا يبارك لك، احنا محتاجينك انك تشتغل. لما يجي لك الدكتور قول له انا عايز احصن وعايز ارقم وطلع لي بطاقه للحيوانات دي، وتمسك بحقك واحنا هنتابعك لغايه لما تاخد كل حقوقك. والجيران، جيرانك قول لهم على الكلام ده، خليهم هم كمان يحصنوا ويرقموا ويطلعوا البطاقات بتاعتهم. النهارده ان شاء الله في دكتور هيكلمك، وهرجع اكلمك يوم الاحد اعرف ايه اللي حصل ان شاء الله. بشكرك شوادفي من الدقهلية مركز نبرو، ومعانا رقمه علشان نعرف المتابعة بتاعته حصل فيها ايه. هو بيقول لي انا سامعكم بتتكلموا على التلقيح الصناعي، احنا ما عندناش، عايزين تلقيح صناعي، هنتابعه لك وهنبعته.